انا جيت. هنعمل دلوقتي اول وصفه مع بعض، المخبوزات بحشو الجبنه. وصفه حلوه جدا، مقاديرها بسيطه خطيره. ايه بقى؟ بص، انا معايا 4 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات او دقيق مكتوب عليه بيتزا، ضروري علشان العجينه تبقى معاكي ليها عرق وتنجح، تمام؟ ما يبقاش الدقيق ضعيف. الدقيق الضعيف ده بنستخدمه بقى في الكيك، في البسكوت كده، تمام؟ هنحتاج نحط على 4 كوبايات الدقيق رشه ملح، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، معانا بياض بيضه واحده بس، وكوبايه زيت، وكوبايه لبن دافي، وشويه ميه دافيه للعجن. يعني احنا هنعجن بالكلام ده كله، هنحط بياض البيضه، وبعدين هنحط كوبايه زيت، وبعدين برده كوبايه من اللبن، ونشوف هنحتاج قد ايه من الميه الدافيه بالتدريج علشان نعجن العجينه ونلمها كلها وتبقى تمام التمام. بس كده. واحنا طبعا البياض البيض هنحطه في العجينه، والصفار هناخده علشان ندهن بيه وش الفطاير. هنخفف الصفار بشويه لبن وندهن وش الفطاير، ونرش بقى شويه سمسم او حبه البركه زي ما تحبوا. ومعانا كمان بقى جبنه، الجبنه دي جبنه فته علشان نحشي بيها المخبوزات الحلوه دي. انا هعمل لكم شكل ليها كده ظريف وسهل قوي وحلو عشان تقدروا برده تجربوه وتنبسطوا. نجيب بوله كبيره كده، ونحط الدقيق ورشة الملح، ونضيع الملح كده جوه الدقيق، ونحط السكر والخميرة، ومعانا بياض البيض، وهنحط الزيت وكمان اللبن، وهنعجن كده ونشوف هنحتاج نزود مية قد ايه، او نحط او تكملي عجن بلبن براحتك خالص كده اهو. نكمل بقيه كميه اللبن، وبعدين نشوف الميه. حطي دايما الحاجه بالتدريج وانتي بتعجني علشان تبقي مسيطره، ما تلاقيش السوائل كترت منك وبقيتي في حوسه فتزودي شويه دقيق فيتنشف، فتلاقي نفسك بقى خصوصا لو انت لسه مبتدئه في العجين هتلاقي الدنيا باظت منك وتبقي مش عارفه ايه السبب. فايه اعملي اللي انا بقولك عليه ده كده شويه بشويه كده. كده العجينه برضو ايه زي ما انتم شايفين لسه محتاجه شويه ميه اهو. احنا عايزينها تبقى بتلزق سنه صغيره، تتلم وفي نفس الوقت ايه تكون بتلزق سنه اهو كده بالشكل الحلو ده اهو كده خطيره. بنقعد نعجنها كده 2 3 دقايق ولا حاجه، ونغطيها ونسيبها تخمر اهو. اعجنيها في الطبق كده زي ما انا بعمل، او تفرديها قدامك وتفضلي تعجني فيها الطريقه اللي تريحك كده. وزي ما اتفقنا بعد ما نعجنها كده شويه حلوين نغطيها ونسيبها تخمر، هنلاقيها تضاعف حجمها بقى وبقت هايله وجاهزه على طول ان احنا نشكلها ونحشيها جبنه كده. الحاجات جنبي والقرمه، ونحط كده رش الدقيق كده، ومعايا العجينه بقى الخمرانه خطيره، عجينه تحفه تحفه.
ده شكلها اهو زي ما انتم. ربع ساعة يعني بالكتير قوي 18 دقيقة، من 15 ل 18 دقيقة يعني. راقبيها كده وشوفي ايه الأخبار، هتلاقيها برضو اتنفخت وخدت شكل أكبر كده، بتبقى حلوة جدا. تقدروا تغيروا الشكل ده براحتكم، تقدروا تبرموها، تقدروا بصوا تعملوا أي شكل، تعملوها زي العيش الكايزر براحتكم خالص، بتبقى طعم الجبنة جواها تحفة، والعجينة دي خطيرة، جربوها في كل المخبوزات هتنبسطوا منها جدا إن شاء الله. وإحنا أستاذ داغر جابها لكم أهو، شكلها ظريف. أول ما تخرج من الفرن يا ريت نغطيها بفوطة مبلولة كده مندية يعني، أو نرش على المخبوزات نفسها مية بطراطيف صوابعنا أو بإزازة فيها بخاخ مية كده، ونغطيها بالفوطة ونسيبها دقيقتين ثلاثة عشان يبقى وشها كده طري شوية وتبقى ظريفة، وتاكلوها بالهنا والشفا بس كده. فاصل بقى بسرعة ألم أشيائي ونرجع نعمل الباتون ساليه اللي هو البقسماط الرفيع ده بأسهل طريقة إن شاء الله تعجبكم. خليكم معانا. انا جيت هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، الباتون ساليه، وصفه سهله جدا باسهل مقادير والله يا جماعه، وطعمه حلو قوي. ايه بقى القصه؟ بصوا انا معايا كوبايتين من الدقيق، تمام؟ دقيق اي حاجه مش مشكله، جميع الاغراض. هنحط عليه رشه ملح، هنحط عليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا بقى ايه يعني ميه حسب الاحتياج علشان ايه نعجن ايه العجينه، تمام؟ ومعانا ربع كوبايه من الزبده بس كده. ونحتاج بقى مثلا ندهنه بقى بصفار بيض متخفف بشويه لبن، معانا الكمون الصحيح، معانا حبه البركه، سمسم، براحتكم خالص. ممكن تحطوا كمان جبنه مبشوره، تلاقوا في بعض الافران كده بيحطوا على الباتون ساليه جبنه رومي مبشوره برده بتبقى ظريفه، او كمون او حبه البركه او سمسم براحتكم. اللي نحطه على الوش ده زي ما انتم حابين وبس خلاص. وصفه جميله جدا، بصوا مقاديرها سهله قوي. ادي الدقيق اهو، كوبايتين الدقيق، هنحط عليهم رشه ملح كده، وهنحط البيكنج باودر نص معلقه صغيره،
تلم معايا زي ما انتوا شايفين كده. مش المفروض ان احنا نقعد نعجن فيها كتير ولا حاجة، هي اول ما بتتلم معانا خلاص كده. انا حطيت طبعا في الدقيق رشة ملح، لو حابين تزودوا ملح اكتر من الرشة بحيث ان هو يبقى طعمه حادق شوية فممكن نحط معلقة صغيرة من الملح. بس كده. يفضل يعني ان احنا نسيب العجينة ترتاح شوية، هيبقى افضل. ما عندكيش وقت وكده اشتغلي بيها على طول، بس بصراحة هتبقى انجح بكتير لو سبتيها ترتاح شوية. هي فعلا ما فيهاش خميرة ومش محتاجة تخمر ولا حاجة، بس عادة انواع العجين كله لما بيرتاح شوية بيبقى افضل في الفرد وفي المطة والكلام ده كله. تمام. انا معايا واحدة هنا عجينة اهي ظريفة مرتاحة، او ممكن استخدم اللي انا عملتها معاكم دي مفيش مشكلة. حط لها رش الدقيق عشان برضو اوريها لكم كده، وهفردها. هقول لك على حلين يعني. يخرج على طول بتشيليه وتعملي غيره. بصوا خطير، محتاج بس يبقى في الهواء ما تغطيهوش علشان يبقى ملدي سنه القرمشه دي. بصوا سريع جدا، ولا في خميره ولا بيقعد يخمر معرفش ايه. لا انت ممكن تخلصيه اوام هي بس العجينه ترتاح ربع ساعه، اللي هو بعد ما ايه يا دوب تسخني الفرن مثلا. وجربوه بالهنا والشفاء. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مخبوزات بحشو الجبنه، العجينه بتاعتها ناجحه جدا وتحفه، سهل قوي. تقدروا تحشوها جبنه او اي حشوه تاني براحتكم، تقدروا تعملوها اي شكل تحبوه. وبالهنا والشفاء. والوصفه الثانيه الباتون ساليه السهل السريع، طعمه لذيذ جدا واحلى من اللي بنشتريه من بره، عاملينه في البيت سهل قوي، مكوناته بسيطه. جربوه.